فما ملاعبي ما غير ما نسميه وقت اللي نوصلوا آه المشاكل والحساسيات مع مسؤولين سابقين ومسؤولين حاضرين انه ملاعبي يجي مش يصح في النجم ملاعبي يقولوا له لوحه ليك شكون الملاعبي احنا تو ما بصراحه ليش؟ آه آه شو اسمه هو احمد العكيش احمد العكيشي بالفم قال لي والله استغربت والله توجعت سيريدا. انه باش يجي مسؤول سابق ويقول له لو حليك الاطوال داخله في حيط ولا نلعبوا بالنهر ولينا نضروا في بعضنا ولا نضروا في النجم خاطر اني النجم. النجم وقت اللي جي فوز بنزرتي اتصلنا به وصاروا اتصالات من ناس معينه وكلموا ابنه وقالوا له لو حليك وقالوا له لو الاطوال داخله في حيط رجيل مير من عم ناول مرتين نتصل به ومرتين يعطيني موافقة موافقة وبعد نهارين نرجع له يقول لي خلي شوية لأمر يستراح عندي مشاكل عائلية وخلي لأمر يستراح هاو الوضع اللي وصلنا له في النجم الرياضي سحلي ولينا نضربه في بعضنا يعني من مالي إلا رئيس مش نتعدى أما لا تضرب هو النجم الرياضي سحلي ما يحبوا على الكلام ويحبه على الكذا أحمد العكايشي وفوزي بنزرتي نعرف ما ينجمش ونعرف ابنه مش يكذب ولا كذا، مين نقول لك المعلومة معلومة صحيحة ومعلومة ثابتة، ونعرف حتى الشخص اللي كلمه، ومن طرف شكون كلمه، ويعرفوا هما، اللي أني نعرف، أما كانوا معملين ديما على الرباية متاعي وعلى كذا متاعي وعلى العشرة القديمة متاعي والراب الوحدات، من الآن قلتها وعلاش تكلمت اليوم على خاطر ما عنديش حق. ولينا نلعبه بالكابيتال اللي هو جمعية النجم الرياضي الساحلي